حياكم الله أحبة المشاهدين من جديد، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وشكرا جزيلا لمراسلتنا الزميلة شيماء جبار على هذا التقرير. ورحب بضيوفي في الاستوديو سماحة السيد حازم شبر باحث إسلامي، حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بألف ألف خير، حياكم الله. وأيضا أرحب بالدكتور مظفر الربيعي باحث في بيت الحكمة، حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بألف خير، عيد مبارك إن شاء الله. حياكم الله. من المؤمل أيها الأحبة إن شاء الله أنه سينضم إلينا في الدقائق القليلة المقبلة سماحة العلامة السيد مهدي المدرسي، وهو عالم دين من كربلاء المقدسة. البداية معك سماحة السيد حازم شبر، كيف نفهم عيد الغدير باعتباره ضرورة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. باقات من الورود والمحبة والتهاني لأبناء شعبنا العراقي وأمتنا الإسلامية بهذا العيد الأغر، عيد الغدير، عيد الله الأكبر. في الحقيقة إذا ننظر إلى يوم الغدير من زاوية مهمة جدا، وهو استحضار قيم الغدير في حياتنا اليومية. هذا التساؤل الذي يجب أن نشد كل الهمم من أجل أن نجيب عليه، كيف نستحضر يوم الغدير وقيم الغدير في حياتنا اليومية. نعم. والتبليغ الذي بلغ به رسول الله صلى الله عليه وآله بإكمال الدين، ما هي هذه القيم التي أراد أن يغرزها النبي وتصل إلينا اليوم من أجل إكمال الدين ومسيرة الدين؟ ففي كل يوم 18 من شهر ذو الحجة تتجدد هذه المسؤولية. طيب. مسؤولية حمل الرسالة الإلهية التي راد أن يصل لها النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بكل أبعاته، أبعاته القيمية، أبعاته المحبتية، أبعاته التعايش السلمي، أبعاته بناء حضارة إسلامية على ضوء وفق القرآن الكريم والسنة النبوية. طيب. فمن هنا ننطلق إلى يوم الغدير، أن نستحضر يوم الغدير في حياتنا المعاصرة. جميل جميل. أنقل كلام إلى دكتور مظفر الربيعي، يعني الغدير منظومة متكاملة، وإلا لما كان الغدير وبتوصية من النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالتالي علينا أن نعمل على تحريك، لا أقول المختبئ، ولكن الذي لم يتم تسليط الضوء عليه في هذه المنظومة الكبرى. وأنت تعلم نحن بحاجة إلى أن نقرأ ما في الظل. بالتالي كيف نستطيع أن نفهم الغدير كضرورة لازمة، بأننا إذا ما تركنا الغدير فإنه هناك سيكون إشكال كبير جدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولضيفك الكريم، وتهنئة إلى جميع مشاهدي القناة العراقية الكرام، وعيد مبارك على جميع العراقيين وعلى الأمة الإسلامية، وهو عيد الله الأكبر وعيد الغدير الأغر. في الواقع حادثة الغدير إذا تناولناها من جانب انتقال السلطة من النبوة إلى الإمامة، هذه السلطة قد تحفظ يعني كثير من البحوث قالت أن هذه السلطة عندما انتقلت إنما حفظت وحدة المؤمنين، جعلت تماسكهم فيما بينهم أكثر. لو كان الالتزام بها لكان المجتمع الإسلامي سيكون في حال أفضل، وهو ما تجسده الرؤية الإسلامية المستقبلية الثاقبة، وهي رؤية حضارية، بأن يشخص النبي عليه أفضل الصلاة والسلام القائد من بعده ولا يترك الأمة سدى، هكذا يتركها، وهي أمة لا زالت متزعزعة في العقيدة، ولا زال الإيمان فيها إيمانا ضعيفا غير راسخ إلا عند القلة القليلة، وهذا ما تشهده كتب التاريخ. والدليل على ذلك أن هناك حروب الردة التي جاءت بعد وفاة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في اليمامة، في اليمامة وفي غيرها. نعم. وهذه إنما جاءت بسبب ردتهم عن الدين الإسلامي، هناك ممارسات مورست بعد وفاة النبي جعلت هؤلاء الأقوام يرتدون، وبالتالي هذه نتيجة حقيقية بأن الدين لم يكن قد ترسخ في قلوب هذه الأقوام. طيب، إذا تريد أن تقول أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى على الأمة أن تعود القهقرة
وترجع إلى الضمير الوثني إن صح التعبير. بالتأكيد. وبالتالي نستطيع أن نقول أنه جوهر عيد الغدير هو تبيان طبيعة المرجعية الدينية. أحسنتم. ولكن أي مرجعية؟ يعني قد تتناول الأبحاث الكثيرة بأن السلطة هي سلطة إدارية أو أنها سلطة حاكمية، لكن هناك إضاءة حقيقة أخرى لهذه السلطة، وهي السلطة العلمية المعرفية، بأن جعلها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في شخص علي بن أبي طالب، وهو اختار هذا الشخص لأنه هو الأعلم من بين الصحابة، وهو الأكفأ وهو الأصلح لقيادة هذه الأمة من الجانب العلمي والمعرفي. طيب. وهو الشخصية الوحيدة التي قالت في التاريخ سلوني قبل أن تفقدوني. وهذا ما أقره حتى يعني كبار الصحابة الذين جايلوه وعاصروه وعاصروا النبي. الخليفة أبو بكر يقول لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبا الحسن. والخليفة عمر يقول لولا علي لهلك عمر. فبالتالي هذه السلطة المعرفية والقدرة العلمية إنما تجسدت في هذه الشخصية التي وقع عليها الاختيار، والتي اختارها النبي بأمر من الله سبحانه وتعالى أن تخلفه في قيادة الأمة، لا سيما أن عام أو حجة الوداع في العام الأخير للنبي نزلت الآية يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكان لزاما أن يهدي الأمة إلى هذه القيادة حتى تأخذ بالأمة وبزمام الأمور إلى بر الأمان. جميل. تمت جملة قلتها جنرال الدكتور، وأتمنى على السيد حازم شبر أن يعمل على فض اشتباكها، ربما قد تكون غير واضحة للسيد المشاهد. الغدير هو انتقال السلطة من النبوة إلى الإمامة، وثمة معنى مبثوث بين ثنايا هذه الجملة أن الإمامة هي الامتداد الطبيعي للنبوة. تعليق سريع حول هذا الموضوع. نعم، هو حقيقة يجب أن ننطلق من هذه النقطة. نعم البشرية كانت تسير تحت مظلة النبوة والوحي المباشر لجبرائيل عليه السلام للأنبياء، والآن بدأت مرحلة جديدة ومرحلة أيضا تطور البشرية، فهذا تطور البشرية لابد شنو أيضا يوازيها تطور بالبعد اللاهوتي بالاتصال بالله سبحانه وتعالى. فبدأت مرحلة الإمامة، فمرحلة الإمامة هي تكمل لمسيرة النبوة. ولهذا أنه بين طيات كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارات مهمة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه القضية ليست قضية فقط تنصيب من رسول الله أو تنصيب من الدائرة المحيطة، لا، هذه مسيرة تكمل لمسيرة النبوة. هذه قيادة إلهية، اختيار إلهي، اصطفاء إلهي. فالنبوة فالإمامة حقيقة هي التي تسير بالبشرية إلى مراحل كمالها. ولهذا في زيارة الإمام عليه السلام السلام عليك يا أمين الله. فالإمام الذي نصبه رسول الله هو أمين على مسيرة الدين الإلهي ومسيرة الأديان السماوية. يعني بمعنى آخر نستطيع أن نقول أن الإمامة هنا هي العلة المبقية لضرورة العلة الموجدة. أحسنت. بمعنى أن الإمامة أو ظاهرة على الأقل هي علة مبقية لما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دكتورنا الربيعي، النبي صلى الله عليه وآله يعرف قيمة السؤال، ومن يسأل باحثا محللا مفكرا فيلسوفا هو رجل التساؤل، لأن يعني التساؤل هو نقطة انطلاق لإيجاد وعي. والنبي بدأ الغدير بهذا التساؤل، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وهو حبس الناس بعد رجوعهم من الحج ولديهم هذه الثلاثية، البعض يسميها ثلاثية الدين والقلب والروح، أي أجواء روحية عالية. بالتالي والسؤال المهم هنا، ما الأسئلة الجديدة التي يجب أن نعمل على إثارتها حول منظومة الغدير في واقعنا المعاش؟ هل نحتاج إلى أسئلة جديدة؟ لماذا نعمل على تكرار الأسئلة التي ولدت ربما في عهد العلماء الذين سبقونا والأجيال التي سبقتنا؟ يعني في الواقع كلما تجدد الزمان تجددت الأسئلة. جميل. وهذه الأسئلة لابد للمنظومة الإسلامية والمنهج الإسلامي أن يجيب عنها، باعتبار أن الدين الإسلامي هو الأطروحة الإلهية الكاملة التي لا يحدها مكان ولا يحدها زمان. وإن الله سبحانه وتعالى قد بعث النبي إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الرسالة إنما جاءت لكل الناس.
وأن الدين الإسلامي هو الدين الحقيقي الذي أراده الله للبشرية منذ آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وختمها بنبوة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تمام. فبالتالي هذه الأطروحة الإلهية يجب أن تستمر إلى آخر الزمان. وبالتأكيد هناك أسئلة حديثة وأسئلة جديدة تطرح. واحدة من هذه الأسئلة أن الدين الإسلامي هل هو دين صالح لقيادة الأمة؟ هل هو دين يستطيع بناء دولة؟ هل هو دين يستطيع أن يتفاعل مع احتياجات البشرية، خصوصا في جانب الغدير، في جانب القيادة وفي إيجاد القيادة؟ الغدير يمتلك إجابات؟ بالتأكيد. يعني الاختيار على أو وقع الاختيار على هذه الشخصية الفاضلة المتكاملة المتمثلة في شخص علي بن أبي طالب إنما هو إجابة كاملة بأن الذي يقود هذه الأمة يجب أن يكون الأصلح، يجب أن يكون الأشجع، يجب أن يكون الأعلم، يجب أن يكون الأكثر مداراة للناس والأكثر إحساسا بالناس. جميل. يعني دعنا نشرك الضيف من محافظة كربلاء المقدسة، كربلاء الحسين سلام الله عليه، سماحة العلامة السيد مهدي المدرسي، وهو خليك من كربلاء. سماحة السيد حياكم الله وكل عام وأنتم بألف ألف خير وأيامكم سعيدة بمناسبة هذه الذكرى العطرة، ذكرى عيد الغدير الأغر. وسؤال كنت قد سبقت وسألت سماحة السيد حازم شبر والدكتور مظفر الربيعي، كيف نستطيع أن نفهم عيد الغدير باعتباره ضرورة؟ الكلام لك سماحة السيد. نعم سماحة السيد، تسمعني؟ سيد مهدي تسمعني؟ يبدو أن الصوت لم يؤمن بشكل صحيح مع مكتبنا في محافظة كربلاء. أعود إلى سماحة السيد حازم شبر. بالتالي المنظومة، منظومة الغدير هي منظومة كبرى ومنظومة متكاملة، وبما أن الدين الإسلامي هو الديانة الكاملة والذي يعمل على إيصال هذا التكامل بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، هي منظومة الإمامة المتمثلة بعلي سلام الله عليه والأئمة الذين جاءوا من بعده. بهذا اللحاظ كيف نستطيع، لا أقول أن نسوق، ولكن أن نعرض الغدير باعتباره ترياقا، باعتباره حاميا، باعتباره بانيا لهوية ثقافية دينية اجتماعية؟ في الحقيقة لابد الرجوع إلى القيم الغديرية. هناك في الغدير خلف النص النبوي هناك قيم، عندما نصب رسول الله أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده كان عالما بما تمتلك هذه الشخصيات. من أبناء علي عليه السلام وعلي عليه السلام ما يمتلكون من قيم حقيقية للإسلام. أئمة أهل البيت عليهم السلام هم ترجمان للقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الدستور الذي يحمل كل طرق السماء للأرض. فمنظومة الغدير هي منظومة استكشافية للقرآن الكريم لواقع الحياة. ولهذا حتى إعلان، إذا صح التعبير، حتى إعلان يوم الغدير هو جاء بنص قرآني: اليوم أكملت لكم دينكم. فالمطلوب هو الرجوع للنص الغدير الذي تحدث عن الإمامة ودور الإمامة في منهج الحياة. طيب. هناك مخرجات للإمامة، هناك ترشحات عن الإمامة حتى في زمن الغيبة الكبرى، زمن الذي اليوم نحن نعيشه، هناك ترشحات عن الإمامة، هي حركة المرجعية الدينية التي تأخذ على عاتقها الإجابة عن كل تساؤلات العصر، وأن تطرح الإسلام بالمنهج الحضاري كما يعبر الشهيد الصدر رضوان الله عليه، الإسلام الحضاري. فنحن اليوم بأمس الحاجة إلى طرح الإسلام الحضاري من خلال المنظومة الغدير والقيم الغدير. نعم. يعني هذا يعني أننا بحاجة إلى أن نرجع مرة أخرى لقراءة الغدير. نعم. ولكن بلباس العصر مع الحفاظ على هذا الثابت. أنت تعلم دكتور رميعي، يعني هناك نظريات، هناك فلسفات ضاربة، هناك عولمة، هناك عالم افتراضي، وبالتالي هذا مدجج بثقافات لا تتلائم مع سقف المعتقد الذي نحمل. بالتالي نحن بحاجة إلى أن نولد أسئلة جديدة ونولد فهومات جديدة للغدير
ليس بقصد التشكيك بالغدير. الغدير قلنا وسلمنا مسألة عقدية موجودة بالنص لا نناقش فيها، ولكن أنا أريد أن أعطي الغدير بشكل جميل إلى الشاب إلى الشابة هذا الذي يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون عليه ثقل كبير، دون أن يكون صعبا. نعم نعم، يعني في البدء حقيقة دعنا نتناول موضوع العولمة دكتور. يعني العولمة الآن وهي التي تحث الناس على الابتعاد عن القيم الدينية والقيم السماوية التي تتحلى بها الأمم، وبالتالي هي تشيع حالة من التحرر والانفلات والتحلل الأخلاقي، وتساهم في نشر أفكار دنيوية مادية معينة وتجبر جميع الأمم على اتباعها. لكن هذه العولمة الآن حقيقة بدأت تتآكل، طيب، لأنها أيضا خملت ولا تستطيع أن تجيب عن كثير من الأسئلة التي يعني تظهر من داخل المتطلبات الإنسانية والمتطلبات البشرية. طيب، يعني يبقى موضوع بناء الدولة يعني حتى وبناء المجتمعات تحتاج إلى عامل روحي ديني ترسخ مفهوم الهوية التي تنتمي لها هذه الدولة. وبالتالي يعني يقول المفكر الفرنسي جورج بالانديه، هذا المفكر حقيقة كان مناوئا للأفكار الغربية التي طرأت، خصوصا الأفكار المتطرفة التي تحاول أن تحيد الدين وتذهب باتجاه الماديات. يقول أن حتى السلطات العلمانية هي تحمل في داخلها روحا دينية لا تستطيع أن تتخلى عنها. طيب، وهذا بالفعل ما شاهدناه في قبل 3 سنين أو قبل 2 سنين تقريبا، عندما بدأت الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ المتظاهرون يحاصرون منطقة البيت الأبيض، خرج الرئيس الفرنسي ترامب آنذاك وكان حاملا للكتاب المقدس، نعم، حاملا للإنجيل. هذا في إشارة إلى كل العالم، وهو اعتراف ضمني قد يكون مقصود أو غير مقصود، لكن اعتراف أن الدولة العلمانية لا يمكن لها أن تتخلى عن الدين ولا يمكن أن تتخلى عن الارتباط الإلهي. طيب، فبالتالي النبوة التي جاءتنا عن طريق الإمامة إنما جاءتنا من واقعة الغدير، إنك ميت وإنهم ميتون. إذن طيب، الموت الحتمي حتى للنبي يجب أن لا ينقطع بعد هذا الموت وحي الرسالة الإسلامية والمنهج الإسلامي الذي أراده الله للبشرية. لطيف، فبالتالي تحولت هذه المفاهيم إلى الإمام علي وجميع الأئمة الذين جاءوا من نسل علي بن أبي طالب، هذا المعنى، هذه الشخصية التي اختارها النبي. نعم، هذا التفصيل جميل جدا. الفلسفات تغلب ولكن الأديان لا تغلب، هذا ثابت، بدليل أنه عقر العلمانية سيكولاريزم هو يتمسك بالعودة إلى الدين وفكرة طرد الله مهما أريد لها من قبل النظريات الحداثة وما بعد الحداثة وما إلى ذلك، فإنها تضمحل وتضمحل وما إلى ذلك. بالتالي على ذات النسب سيد، نعم، حازم، يعني الإمام علي عليه السلام في بيعة الغدير وفي بيعته كخليفة، نعم، لم يكره أحدا. أحسن، لم يكره أحدا. بالتالي ونحن نعيش اليوم حالة من غياب الحدود بين حرية التعبير وبين ازدراء الأديان. بالتالي عيد الغدير هو الذي مسك الوسط، العصا من الوسط لتبيان هذه الحدود، كيفية الإفادة من المنهج العلوي في حرية التعبير. ونحن نعيش حاجة وجوع إلى حرية التعبير الواعية. طبعا للإجابة على تساؤلات يوم الغدير، اليوم في صراع النماذج وفي سباق النماذج، مخرجات يوم الغدير، مخرجات يوم الغدير أخرجت لنا الحاكم العادل علي بن أبي طالب عليه السلام. قبل قليل تفضلتم للشباب المعاصر اليوم كيف نوصل الغدير، نعم، كيف يقرؤون الغدير، تمام، فمخرجات الغدير هو الحاكم العادل علي عليه السلام. فالنظر إلى تعامل علي في حكومته مع رعيته، مع الذين يختلفون معي، مع الذين يتفقون معه، انظر لشعارات علي عليه السلام: لأسلمن ما سلمت أمور
المسلمين. الإنسان أما أخ لك في الدين أو شنو أو نظير لك في الخلق. فهذه معطيات يوم الغدير وهذه مخرجات يوم الغدير. جميل. لم تكره أحدا أبدا. لم يكره الإمام علي عليه السلام البيع لأحد لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، حتى ذلك الذي جاء لعلي وقال إني أبغضك يا علي، قال والمسلمين؟ قال ما عندي مشكلة بين الناس، قال لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. فمخرجات يوم الغدير، مبادئ يوم الغدير هي هذه: حرية التعبير، حرية الرأي، التعايش السلمي. كل هذه الأديان التي كانت موجودة اليوم المعاصرة التي سحقتها داعش كالأيزيدية وغيرهم كانت في زمن علي عليه السلام موجودة، وفي دولة يوم الغدير موجودة، وكانت تنعم حال باقي المسلمين. لطيف هذا المعنى. دكتورنا الربيعي، لا نبتعد عن هذا النسق، يعني إذا ما بقينا عند دلالات عيد الغدير، البعض يرصف لنا مجموعة من هذه الدلالات أو التي يجب أن تأخذ أو تترشح أسماها سماحة السيد المخرجات، منها مثلا طاعة الأوامر الإلهية، عيد الغدير هو تبيان لمدى طاعة، منها تعظيم العظماء وعلي هو عظيم، ومنها العمل على الحث على قراءة التاريخ بتدبر. أسمع منك التعليق. يعني وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من هنا ننطلق حقيقة أن واقعة الغدير أولا واحدة من دلالاتها أنها أمر رباني إلهي جاء بأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله، فبالتالي أصبح حتميا أن يجمع المسلمين الذين كانوا معه في حجة الوداع، وأن يعيد الذين سبقوه، وأن ينتظر الذين تخلفوا عنه، وجمع هذا العدد الكبير من الناس. الروايات تقول ما بين 15,000 إلى 20,000. عذرا جناب الدكتور، يعني ضيفنا في كربلاء تم تأمين الاتصال معه، سماحة السيد مهدي المدرسي عالم دين وعلامة، مرة أخرى حياكم الله، أتمنى أن الصوت قد أمن معك بشكل جيد. مرة أخرى كل عام وأنت بألف ألف خير. وسؤال محوري: كيف نستطيع أن نفهم عيد الغدير باعتباره ضرورة؟ الكلام لك إن كنت تسمعني، تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين الأعزاء، حياكم الله. دعوني أبدأ بقضية حصلت قبل حوالي 10 سنوات. اجتمع رجل مسلم وآخر ملحد في مناظرة في مدينة نيويورك. المسلم كان طارق رمضان، وهو بروفيسور سابق في جامعة أكسفورد، وحفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. أما الملحد كان رجل معروف جدا في أوساط الملحدين، اسمه كريستوفر هيتشنز. المناظرة كانت حول الإسلام، وحول بالتحديد ما إذا كان الإسلام دين يدفع أتباعه إلى اتخاذ العنف والإرهاب وما شابه. كريستوفر هيتشنز طرح سؤال على طارق رمضان حير الرجل في الواقع. السؤال كان: من الناطق عن الإسلام؟ حسب تعبيره Who speaks for Islam؟ يعني من المرجعية العليا التي ينبغي أن يرجع إليها في تحديد الأحكام الشرعية التي تشمل المنظومة الدينية بشكل كامل، ومنها نظام الحكم وإلى آخره؟ طيب، طارق رمضان أجاب في هذا السياق أنه: أنا أقر وأعترف أن الإسلام اليوم يعاني من أزمة سلطة، حسب تعبيره crisis of authority، وهذا الفوضى الذي نراه، مليارين مسلم، العدد هائل، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بوصلي، الكل يدعي أنه على الصراط المستقيم وأنه ينتمي إلى مدرسة النبي صلى الله عليه وآله، لكن الواقع يبين أمرا مختلفا بشكل كامل. المقصود من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير أجاب على هذه الإشكالية حين نصب عليا عليه الصلاة والسلام أميرا وإماما وخليفة ووليا على المسلمين: ألست أولى بالمؤمنين بالمسلمين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. النبي صلى الله عليه وآله أجاب على هذا الإشكال وحل هذه المشكلة التي نعاني منها اليوم من تشتت ومن
حيرة يعاني منها المسلمون بشكل عام. الغدير بناء على ذلك أخي الكريم ليس حدثا وقع في غابر الزمان وانتهى، بل هو تأسيس لحضارة شاملة. الغدير يعني الإسلام بعينه، الغدير يعني تحديد الناطق الرسمي عن النبي ومن ثم عن الله، الغدير يعني تقديم نموذج في كل حقول الحياة، يعني هذا هو الحاكم الصالح. يعني هذه الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها كل حاكم وكل مسؤول، يعني هذه البوصلة التي ينبغي اتباعها حتى نصل إلى شاطئ الأمان. هذا معنى الغدير. الغدير يعني الهداية الإلهية، الغدير يعني العبودية، وإلا ربنا تبارك وتعالى لا يريد منا ركعات وسجدات من دون الخضوع له ومن دون التسليم له، وإلا إبليس كان أعبد الجن. لكن ربنا تبارك وتعالى يريد أن نطيعه في موضوع الخلافة وفي موضوع الإمام الإلهي. لطيف، يعني نحن قلنا في مقدمة هذه الحلقة الغدير هو الحق، والحق هو جوهر الرسالات السماوية قاطبة، والانتماء للغدير يعني أن توجد حيث أرادك الله وتفتقد حيث نهاك الله. والواقع يعني عنوان هذه التغطية هو الطريق إلى ترسيخ ثقافة الغدير في ظل عولمة مفرطة. ونحن لا نريد أن نتحدث عن سرديات وربما مسانيد الأحاديث، كفانا مؤونتها الكثير من العلماء على سبيل المثال العلامة الأميني رحمه الله، ولكن يعني قلت من كنت مولاه وهو لب النص الغديري. طيب هل يكمن وراء هذا النص الغديري من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، بعدا إنسانيا ثقافيا يستطيع أن يختزل الزمان ويختزل المكان، وبالتالي يمكن تطويعه ليتلائم مع أنساق الوعي الموجودة حاليا، ونحن نعيش في تقريبا بداية، لا أقول بداية، العقد الثالث مضى منه 3 سنوات، كيف نستطيع؟ نعم لاحظوا كما أشرت في بداية الحديث، الغدير يعني حضارة شاملة. نعم. يعني أنتوا لاحظوا من نتاجات ومن مخرجات الغدير زيارة 40 المليونية، حيث ترى الجود والكرم وترى صفات هي أشبه ما يكون، كما قلت مرة في أمريكا كانت مسيرة يوم عاشوراء، قلت إذا أردتم أن تنظروا إلى العالم كيف يمكن أن تملأه مفاهيم سامية مثل السلام والمحبة والألفة، فانظروا إلى زيارة 40. هذا فاكهة من فواكه شجرة الغدير. زيارة 40 إحداها، وكذا كل من سار بمسير في مسير علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام إلى العلماء إلى الفقهاء إلى الحكام المنصفين المخلصين، هؤلاء في الواقع بيّنوا لنا أشعة بسيطة من ذلك الشمس، من تلك الشمس التي مثلها علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وفي هذا العالم كما أشرت، عالم العولمة، عالم التواصل، في مثل هذا العالم الثقافات تتلاقح ويسهل علينا التواصل مع الآخرين، ولذلك الوصول إلى علي بن أبي طالب وثقافته وحضارته ومكانته بات أمرا سهلا للجميع. أذكر مرة من المرات سألتني شابة جامعية، قالت أنتم تقولون أن عليا مع الحق والحق مع علي بن أبي طالب، لكن من يقول لعل هناك أشخاص أفضل من علي بن أبي طالب، أفضل من الحسن والحسين، أفضل من رسول الله. قلت لها هذا تحدينا نحن للعالم بأسره، نقول إذا كان عندكم، إذا كانت عندكم نماذج أفضل وأسمى وأرقى من علي بن أبي طالب وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فهاتونا بهذه النماذج حتى نقتدي بها. نعم. قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذا صح هذا الكلام، نعم، فنحن لا مانع لدينا، نتبع الأفضل، نتبع الأحسن. لطيف. وفي رأينا، وأنا درست التوراة والإنجيل واطلعت على الأديان، لكن لم أجد من هو عشر معشار علي بن أبي طالب. لطيف هذا المعنى. ربما نحيل هذه الطالبة
إلى تلك الدراسة التي قدمت إلى الأمم المتحدة في عام 2002 في عهد كوفي عنان، وهي دراسة عن أعدل حاكم في التاريخ وهو علي سلام الله عليه، كما قالت هذه الدراسة وهي في الأمم المتحدة. أعود إليك لاحقا سماحة السيد، أرجع إلى دكتورنا الرباعي، أنا قطعت إجابتك فيما يخص الدلالات عيد الغدير، وقلنا هناك دلالات عديدة وهي فرصة أن نعمل على إعادة قراءة التاريخ لتجذيبه، والتاريخ وأنتم تعلمون كتبه أولئك الذين نصبوا المشانق للأبطال. حقيقة نحن في هذه الأزمنة المتأخرة من الإسلام يعني نكاد نكون ضحايا للتاريخ الذي كتب. جميل. وبالتالي علينا أن نتفحص حتى ننجو بأنفسنا وننجو بهذه الأجيال التي تتلاطم لديها الأسئلة وتبحث عن هذه الدلالات. عيد الغدير واحدة من دلالاته بأن النبي وجه الأمة باتجاه العترة الصالحة، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، على خلاف القراءات طبعا. طيب. كيف يمكن لنا أن 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 نتبع النبي وهو يأمرنا باتباع كتاب الله وترجمان هذا الكتاب الذي أشار إليهم النبي وهم العترة الطاهرة؟ نعم. المتجسدة في علي وولد علي، وشاءت الأقدار وشاءت الإرادة الربانية بأن تكون عترة محمد صلى الله عليه وآله من صلب علي. فبالتالي هذا الحبل كي لا ينقطع أشار له النبي في هذه الواقعة، في واقعة غدير خم، ومن ثم ترجمها في أحاديث كثيرة ما بعد غدير خم. يقول الصدوق في أماليه بأن النبي قال وقد سأله أحد الصحابة عن فضل يوم الغدير. طيب. قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي. إذن هناك ترجمة لحديث الغدير. طيب. وهو اليوم الذي أمرني فيه الله تعالى ذكره بنصب أخي علي بن أبي طالب. أخي علي بن أبي طالب، هذه رسائل طبعا علنا لأمتي، يعني قائدا وهاديا ومهديا، علنا لأمتي يهتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة ورضى لهم الإسلام دينا. أي رضا يتحدث عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ جميل. هل هو رضا العبادة، رضا الصلاة والصيام، رضا الزكاة والجهاد في سبيل الله، أم هناك رضا آخر؟ هل هناك دين آخر؟ أم هناك عبادات أخرى؟ هنا يجب أن نميز حقيقة ما بين الإسلام العبادي والإسلام المنهجي، الإسلام الذي يصلح لكل زمان ومكان. طيب. فبالتالي من خلال هذه الدلالة ومن خلال هذه الإشارة التي أشار لها الرسول الأكرم باتباع العترة الطاهرة وهم ترجمان القرآن، القرآن حفظ بإرادة إلهية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن كيف نحفظ العترة؟ أو كيف تعمل العترة الطاهرة على حفظ القرآن؟ هذه الأسئلة التي تحتاج أن تطرح في هذه الحلقات وفي هذه الأبحاث المتطورة التي تكون بين أيدينا. جميل هذا المعنى، يعني بلحظ هذه الأحاديث التي استشهدت بها الله النبي يريد أن يقول أنه المعيار للإيمان لصحيفة المؤمن هو أن يتولى هذا الطريق الذي قادته محمد وآل محمد. سيدنا سيد حازم شبر، من تجليات فلسفة الاحتفال بعيد الغدير هو العمل على بناء جيل يعي هذا العيد وفلسفته وقيمته، أيضا في ظل ما نراه من فلسفات عابرة وثقافات عابرة، وهذه الثقافات جلها اليوم تعمل على طرد فكرة الله سبحانه وتعالى والعمل على تقويض المنظومة الدينية. في الحقيقة دكتور، احنا لو نظرنا الى حادثة الغدير هناك رسائل، هناك معطيات حاطت بالغدير. نعم. زمانية ومكانية،
يعني من ضمنها أنه لماذا اختار النبي مكة؟ لماذا اختار هذه الأجواء؟ لماذا اختار حتى إقرار المسلمين على أنفسهم أنه ألست بأولى من المؤمنين من المسلمين بأنفسهم؟ قالوا بلى. قال من كنت مولاه فعليا مولاه. هذه الإحاطات اللي حاطت بيوم الغدير كلها إشارات إلى ربط المنهج، منهج الإمامة بمنهج النبوة. وأيضا مثل ما تفضلت اليوم بسبب الآخر الذي قادم إلينا، لابد أن نتحمل المسؤولية العلمية ليوم الغدير. علي عليه السلام أعلن وصريحا علمني رسول الله باب علم، لكل باب يفتح منه ألف باب. اليوم نحن يجب علينا أن نطرق هذه الأبواب، أن نفتح هذه الأبواب وأن نخرج العلوم التي أرادتها يوم الغدير أن تصل إلينا. كيف نتعامل مع الآخر، كيف نتعايش فيما بيننا، كيف نبني حضارتنا، كيف نحيط بإسلامنا، كيف نعزز القيم الإلهية في داخلنا. وهذه هي أهم أبواب العلم التي أرادتها يوم الغدير، وهو تعزيز وجود الله سبحانه وتعالى الفعل في النفس وفي الخارج. جميل هذا المعنى. سيد المدرس، يعود إليك، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يصف الحياة يقول حلوة نضرة والله استعملكم فيها فانظروا كيف تعملون. بالتالي يعني هذه نفحة أو لمسة لمنهج نبوي في بناء الحضارة الإسلامية والعلوية، الإمامة، عيد الغدير. هذه المنظومة على اختلاف مسمياتها هي امتداد للمنهج المحمدي في بناء حضارة إسلامية. هذا يدعونا إلى أن نسأل، كيف نستطيع أن نتكئ على عيد الغدير كنقطة انطلاق، كعتبة قوية لا يمكن أن تتزحزح لبناء حضارة إسلامية في واقعنا المعاش الحالي؟ اسمح لي أذكر لك قضية صارت قبل فترة. حضرت مؤتمر في كندا، فكان من المشاركين، طبعا موضوع المؤتمر كان الإمام الصادق عليه السلام والعلم. فأحد حضار كان أستاذ في إحدى الجامعات، جامعة كالجاري، وكان في الواقع هو عميد قسم فيزياء الكوانتم. فأنا ذكرت حديث في طيات الكلام عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن بداية خلق العالم وتكوين الكون. ففي إشارة في هذا الحديث إلى ما يسمى بالبيج بانج. فالإمام يقول مثلا أنه بداية الكون كانت نقطة هي أصغر من الذرة ووزنها أكثر من الدنيا وما فيها، اللي هذا الكلام الآن يتحدثون عنه علماء الفيزياء والفضاء. ذكرت الحديث بشكل عابر، وإحنا وأمثالنا باعتبارنا شيعة علي بن أبي طالب أحيانا لا نلتفت إلى الكنوز الموجودة في أحاديثه صلوات الله عليه. التفت إلي هذا الرجل وهو مسيحي أو غير مسلم على الأقل، وأستاذ في هذا الحقل بالتحديد، نعم. قال لي كلمة غريبة، قال إمامكم هذا was either a god or godly، إما هو إله أو متأله. لأن هذا الكلام لا يصدر من شخص عادي، خاصة قبل 1400 عام. هاي قضية صارت معي شخصيا. أريد أن أقول أستاذنا الكريم أن في الواقع أنا عندي عتب، والعتب هذا على المسلمين كافة، نعم. شيعة وسنة. أما الشيعة فنقول لهم إذا كنا نحن ننتمي إلى حضارة علي وإلى مدرسة علي، أين هو علي في تعاملنا مع بعضنا البعض؟ أين علي السمح الكريم العفو في طريقة التعاطي مع الآخرين، سواء الأسرة أو العشيرة أو المجتمع بشكل عام؟ أقول للمسؤولين والرؤساء والحكام، أين زهد علي عليه الصلاة والسلام وأنت تدعي الانتماء إلى هذه الحضارة وإلى هذه المدرسة؟ أين ذلك الزهد وإمامك يقول ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه؟ أين علي بن أبي طالب في حياتنا اليومية؟ وهنا أشير إلى كلمة قالها جورج جرداق. تعلمون جورج جرداق رجل مسيحي، نعم. لكنه مهووس بشخصية أمير المؤمنين وبكتاب نهج البلاغة. هو يقول أنا حينما استلمت هذا الكتاب من أخي الأكبر، كان يبدو يدرس في كلية الأدب العربي في لبنان، يقول أعطاني الكتاب كهدية وأنا عمري 16 سنة.
قال حينما فتحت الكتاب لم أضعه على الأرض على الطاولة حتى أكملته، وقد قرأت نهج البلاغة 200 مرة. من منا قرأ نهج البلاغة ولو مرة واحدة؟ طيب، هذا الكلام يوجه إلى الشيعة وأتباع علي بن أبي طالب. سيدنا المدرسي، سنة وإخواننا أعزاؤنا أهل السنة. سيدنا، نعم، عتبك يعني وصل. نحن الآن على القناة العراقية الرسمية، وهو عتب مشروع وأنا أشترك به معك، ولكن دعني يعني أذهب إلى الجانب الآخر أو إلى الضفة الأخرى. ربما هناك خلل في طبيعة الترويج لهذا الثابت الذي نعتز به، وأنت تعلم عندما يكون هناك سوء في التسويق هذا لا يعني أن أصل المسوق سيء. يعني عندما يكون هناك الكثير من المسلمين لديهم جملة من الأخلاق غير صحيحة هذا لا يعني أنه الخلل في الإسلام، وأنت تعلم من القرن السابع للهجري إلى حد، لا أقول إلى حد هذه اللحظة، ولكن بدأت مسألة هي مسألة المراوحة، حل التدوين محل التأليف، وبدأنا باختصار المطولات ثم شرح المختصرات، أي أصبح لدينا تكرار. وأنت تعلم هذه الثقافات وهذا التحقيب وهذا الارتحال من وعي إلى وعي يؤدي، أو المفروض من المؤسسة الدينية أن تعمل على إيجاد مناهج إجرائية مع الحفاظ على الثابت. انظر إلى هذا النص وأسمع منك التعليق. نعم نعم سيد، نعم، في الواقع لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير المعروفة التي رواها المسلمون كافة في أمهات الكتب والمصادر، النبي يكرر عبارة من بداية الخطبة إلى آخرها. العبارة هي: ألا فليبلغ الحاضر الغائب. إذن هناك مسؤولية. نعم، أنت تحدثت عن أهمية التسويق السليم الصحيح لهذه القضية، واجب إلهي بنص رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغ كل من سمع عن الغدير وعن علي بن أبي طالب وعن تنصيبه خليفة لرسول الله أن يبلغها إلى الآخرين. ومعنى ذلك أن نتحدث عن علي وعن أخلاقه وعن سلوكه وعن طريقته في الحكم. الإمام كان حاكما وكان محكوما وعاش عدة تجارب مختلفة متناقضة. الإمام سلام الله عليه مع كل ذلك خرج مرفوع الرأس من كل محنة ومن كل مشكلة ومن كل ظرف من الظروف. علينا أن نبين ذلك. وقلت نبدأ بقراءة حياة علي بن أبي طالب ابتداء بنهج البلاغة. سماحة السيد، يعني ربما لم تذهب إلى المساحة التي قدتك إليها. أنا ما أريد أن أقول نحن يوجد لدينا قصور منهجي في استعراض ما لدينا من مكامن قوة محمد وآل محمد والقرآن. بالتالي ذلك الشخص الذي جاء لإمامنا الصادق عليه السلام وقال له: ما بال هذا القرآن لا يزداد عند النشر والدرس إلا غضاضة، ماذا أجابه الإمام؟ قال: لأن الله خلقه لزمن. حسنت. ليس لزمن دون زمن، إنما لكل الأزمان. ماذا قال الرجل؟ قال: اعقلنيه، بمعنى فهمني، بمعنى وضح لي، بمعنى أعطيني منهج حتى أصل. هذا بيت القصيد. لماذا لا يوجد لدينا الآن منهج صحيح يتكئ على التقانة ويتكئ على الحداثة الصلبة وليس الحداثة الفكرية السائلة كما يعبر زكي الميلاد، من أجل استعراض ما لدينا من غدير على رأسه علي سلام الله عليه؟ طبعا هنالك دراسات وهنالك مراكز متخصصة في البحث في شخصية علي بن أبي طالب، وكذا تركز بالتحديد على الغدير. لاحظوا خطبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير كانت أطول خطبة ألقاها النبي في حياته كلها. نعم. بل ورد في الحديث أن النبي كانت من صفاته أنه كان قصير الخطبة. لاحظ النبي ما كان يحمل الناس أكثر مما يتحملون، فكان حين يخطب يختصر الكلام، وكان بليغا بلا شك ولا شبهة. لكن في يوم الغدير النبي صلى الله عليه وآله بيّن خلاصة الدين، لأنه لاحظ كما تفضلتم أنتم وضيوفكم الكرام أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكمل الدين وأن يتم النعمة، ولذلك هذه الخطبة كانت خطبة طويلة فيها تفصيل لأصول الدين ولفروع الدين أيضا.
هناك مراكز كثيرة، هناك محققون، هناك من يبحث في هذا المجال، لكن للأسف هنالك تقصير. أنا قلت في مرة من المرات في إحدى المؤتمرات أنه نحتاج إلى دراسات ماجستير وإلى بحوث في الدكتوراه تتخصص في جانب من جوانب علي بن أبي طالب، أحسنتم. منها قضية الغدير ودلالات الغدير وما إلى ذلك. شكرا جزيلا لسماحة السيد العلامة مهدي المدرسي وهو عالم دين من كربلاء. كنت أتمنى أن يتسع الوقت لساعة أخرى للحديث معك ومع ضيوف الأعزاء. شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول إلى سماحة السيد حازم شبر باحث إسلامي، وأيضا الشكر إلى جناب الدكتور مظفر الربيعي. أنا فقط لدي دقيقة إذا سمح الوقت. دقيقة تفضل. أي. تفضل. فيما تم تناوله من قبل سماحة السيد مهدي حقيقة وحضرة جنابك، أننا كمسلمين حقيقة تراجعنا في موضوع الترويج للدين الإسلامي كله، ليس فقط لواقعة الغدير. جميل. وبالتالي الماكينة الإعلامية المعادية للإسلام اشتغلت على هذا التراجع، وأظهرت لنا نسخة إسلامية داعشية متسمة بالإرهاب، هذا الذي يلصقونه بالإسلام. وما ظهرت هذه النسخة المشوهة التي تدعو إلى العنف والقتل، وهي بعيدة عن كل البعد عن الدين الإسلامي، إلا بسبب تراجعنا عن طرح الأطروحة الإلهية الإسلامية الكاملة. فبالتالي نحتاج أن تشتغل ماكيناتنا الإعلامية، وأن نستخدم التقانة التي ذكرتها وهذه الشبكات العنكبوتية الحديثة التي جعلت من العالم قرية صغيرة، أن نوظفها في خدمة الدين الإسلامي. أحسنت. وخدمة قضية الغدير والمفاهيم الإنسانية السامية التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأرادها النبي وأرادها علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين. شكرا لك مرة أخرى، وكل عام وأنتم بألف خير. أحبتي المشاهدين، في الختام أقول اللهم اشهد بأني أوالي عليا، أشهد الله وملائكته وكتبه ورسله بأني أوالي علي سلام الله عليه، وأدعو بهذا الدعاء، وأتمنى على السادة المشاهدين أيضا يدعون معي هذا الدعاء. اللهم احيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب عليه السلام، وأمتني على ما أمت عليه علي بن أبي طالب عليه السلام. وكل عام وأنتم بألف ألف خير، في أمان الله.